مع حضراتكم من جديد، بنتواصل معاكم في فقراتنا وبنتكلم هنا عن المرأة المصرية. وخلال هذه الفترة المرأة المصرية قدرت انها تحقق نجاحات كبيرة جدا، قدرت انها تتخطى كتير من الصعوبات او قادرة على التحدي على مستوى المجال التنفيذي او في مسؤولة في الدولة وفي الوزارات. موجودة جدا المرأة ولها نجاحات كبيرة واثبتت وجودها في مجال الاقتصاد، بنشوف حتى في البنوك وتتولى مناصب كبيرة جدا في البنوك، في العمل الخاص الحقيقه. ويمكن عندنا فكره رائدات الاعمال او الانتربرينور، هنا بيكون المراه لها دور كبير جدا، ودايما لقينا مشاريع كبيره او بزنس كبير جدا في نواصل العمل كان اصله من مشروعات صغيره متناهيه الصغر، وكان هنا الدور للمراه. ده الحقيقه بيتواكب مع اهتمام القياده السياسيه والدوله المصريه بدعم المراه ومساندتها وتمكينها على كافه المستويات، على المستوى السياسي والاقتصادي وكل المستويات. خلينا نرحب بضيفتنا النهارده في زينة، الاستاذه رشا بدر، هي رائده اعمال او رائده من رائدات العمل المجتمعي. برحب بيكي. اهلا وسهلا يا فندم. ويمكن احنا هنا بنتكلم عن نجاحات للمراه المصريه في مجالات كثيره، وفي نفس الوقت بيكون البيت لا يتاثر، بالعكس ده هي بتكون بتحاول انها تثبت وجودها اكتر في بيتها وتحقق التوازن الكبير عشان ما تقولش ان في حاجه جت على حاجه. طبعاً. ودي اكيد يعني الهدف من حلقتنا او من فقرتنا ان حضرتك تقول لنا ازاي بتحققي التوازن ده من خلال تجربه حضرتك. خلينا نقول استاذه رشا بدر، البدايه كانت شكلها ايه؟ وانا عارفه انه كان اتجاهك للعمل الخاص او البيزنس، ازاي جت البدايه؟ البدايه ان انا لما دخلت الكليه عندي وخرجت، المفروض ان انا اتعينت في مدرسه وده مش مجالي خالص، قعدت حوالي 6 شهور كده حسيت ان مش قادرة أحقق حاجة. خدت أول خطوة إن أنا سافرت بره، سافرت أمريكا وقعدت هناك. بدأت طبعا أحاول إن أنا أشتغل، لقيت إن لازم هناك تحققي حاجة من التلاتة عشان تقدري تحطي رجلك على أرض صلبة، يا دراسة يا خبرة يا تكون معاكي رأس مال كبير تبدأي بيه. الحقيقة أنا كنت رايحة ولا حاجة من دول، بس بدأت في أول حاجة دخلت الكلية ودرستي؟ طبعا بزنس ادمنستريشن، بزنس ادمن، لا هما الشهادة بتاعتي كانت، أنا بكالوريوس تربية فكانت مختلفة عن مجالي تماما. فبدأت طبعا من البداية واخترت المجال اللي أنا عايزاه بالظبط، بزنس مانجمنت أو بزنس ادمنستريشن في جامعة جورج ميسون في ولاية فيرجينيا. خلصت الدراسة وبدأت بقى أول حاجة إن أنا أجمع فلوس، عملت أول مطعم ونجح جدا. كنت لوحدك؟ كان معايا ولدين، ولادي كانوا صغيرين، يعني كان 4 سنين وسنة. تمام. بس طبعا هناك بيوفروا طبعا الرعاية والبيبي سيتر، يعني بتبقي مطمنة وانت في شغلك وبرضو مطمنة مع أولادك. نجح أول مطعم في ولاية فيرجينيا، حبيت أعيد التجربة فبدأت من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، نزلت على فلوريدا فتحت مطعم تاني، والحمد لله بقوا سلسلة مطاعم 1 و2 و3. في خلال قد إيه سيدة رشا الكلام ده؟ في خلال 10 سنين. 10 سنين. في خلال 10 سنين. بعدها حسيت إن خلاص أنا خدت من هناك اللي أنا عايزاه، محتاجة أرجع بلدي بقى. محتاجة الميزان يبقى مظبوط، الحياه الاسريه، الحياه، الصحه النفسيه، تحققي حاجه بقى. ده مهم لما تكوني عندك توازن او اتزان نفسي بالزبط. وجنب العيله ده بيشجعك اكتر. انا بشوف بعض الناس الغربه بتاخدهم بيفضلوا مكملين. لا، هي بقاسي قوي. لا، هي انت برضو محتاجه تعيشي وقوه انك قدره انك تاخدي قرار انك تكملي في حته تانية او ترجعي بلدك. هي كانت برضو مجازفه. هل اللي انت عملتيه ده لما تروحي هناك هتقدري؟ بس انا كان عندي ثقه في النفس غير طبيعيه، ودي اهم حاجه في مميزات نجاح المراه. الثقه في النفس. لو وثقت في نفسها وصدقت نفسها الكل هيثق فيها وهيصدقها. ده لازم تكوني ليدر، هتلاقي وراكي كله بيدعمك وبيثق فيكي وبيديكي كمان. خلاص احنا ماشيين وراك، شوفي هتعملي معانا ايه. ده اللي حصل في الفترة الأولى في أمريكا بالظبط، وكانت تعتبر بداية نجاح بالظبط في عالم الأعمال بالظبط. يعني أنا كنت مصرية وكان تحت إيدي مثلا في المطاعم بيشتغلوا 12 15 جنسيات مختلفة، معظمهم أمريكان، وكنت أنا أصغر واحدة كنت فيهم.
طيب لما رجعتي لمصر الوطن وبلدك وصلتي بقى لمجال الاعمال، يعني كان كل همك دلوقتي انت دارسه وممكن تكوني عملتي دراسات عليا كمان في مجال البيزنس. انا خلصت البيزنس ادمنستريشن بس. بيزنس ادمنستريشن لما رجعتي مصر كان بدايه بقى كنت بفكر ان انا اعمل نفس المجال بتاعي، بس لقيت بصراحه ما كانش لسه زي دلوقتي فكره ان الشعب المصري بيحب يجرب كل الاكلات الجديده والغريبه، فما كانش زي دلوقتي، مش زي الانفتاح اللي احنا فيه دلوقتي. صحيح. فاخترت مجال هو صعب شويه، مجال يمكن ذكوري، بس نجحنا فيه برضو لان الست اساسها اساس البيت، فهي اللي بتحرك الزوج، اشتري كذا اعمل صحيح. كذا وزيره ماليه بيتها بالظبط كده. فيعني حتى عندي في المعرض لما بيجي راجل مثلا بيختار السياره او العربيه بيقول لي هجيب المدام يعني تديكي الاوكي. ففي الاول وفي الاخر هي برضو صحيح المدام. يعني بداتي في مجال مثلا السيارات، بس ده مجالات بعيده عن المراه شويه، ونجحت في اقتحام، في جرأة يعني، والكاست كله بنات. يعني ثقه بنفسه وجرأة في عالم الاعمال والبزنس، بيبقى الجرأة مهمه. تخيلي او المجازفه انك يعني بتعملي حاجه مش عارفه، تخيلي بنوته اللي داخله بتفرجك على العربيه بتقول لك مميزاتها، بتطلع معاكي تجربها. طب اخترتي ايه مجالات تانية عمل غير السيارات والمطاعم؟ محامص ومطاحن بن. مجالات بتفكري فيها ازاي؟ بتجيلك ازاي الفكره؟ الشعب المصري عايز ايه؟ بيحب ايه؟ ايه اللي لو اتفتح منه بزنس واثنين وثلاثه كلهم هيشتغلوا، لان الاقبال عليه ايه؟ ما تقدريش، العربيه من الاساسيات اللي لازم، وكل فتره بتتغير ومحتاجه على طول. طيب خلينا نتكلم على الاسره والعيله، ازاي بيساعدوا المرأة لما تكون داخلة مجال جديد أو في مجال بيزنس أو في مجال أي مجال؟ بصي، أنت بتعملي الموازنة دي، أنت عارفة بيتك احتياجاته إيه، أنت عارفة إزاي تجيبي لو في شخصية. طبعا أنت بتنزلي من الصبح ما بترجعيش إلا بالليل، فمحتاجة الشخصية اللي تثقي فيها، اللي تدير بيتك وأنت مش موجودة، مع متابعتك المستمرة، مش إن أنا أنزل وخلاص، لا، أنا بتابع كل نص ساعة وكل ساعة، دروس الأولاد، المدارس، البيت، احتياجات الناس اللي بتشتغل معايا في البيت، ملاحظاتهم إيه. فكرة التوازن دي صعبة يا أستاذة رشا ما بين البيت والعمل، وخصوصا العمل ما يكون مجال خاص. والله لو بتحبيه مش هتحسي ان انت بتلاقي صعوبة في انك تديري الاثنين لو بتحبيه. وانا بحب شغلي جدا، انا خلصت ده وده، وطبعا من خلال عشقي للمجوهرات فتحت محل مجوهرات. الحمد لله دلوقتي انا 3 مشاريع انا بديرهم. دي كفاءة يعني او قوة شخصية، وده يخليني اسأل ايه هي معايير النجاح؟ مش هقول لسيدة، يعني مش هنفرق هنا بين سيدة أو رجل، لكن معايير النجاح في القطاع الخاص أو في العمل الخاص. بصي، هو أول حاجة الثقة بالنفس، دي نمرة واحد، وتثقي وتحبي في الحاجة اللي أنت هتعمليها هتنجحي فيها. ثانيا طبعا الدولة دلوقتي قدمت دعم كبير لأي حد عايز يفتح مشروع، عايز ينجح، سواء مساعدات مادية عن طريق البنوك، سواء تسهيلات في الإجراءات، في محفزات وتيسيرات. طبعا كان زمان وضع ودلوقتي وضع، يعني أنا مثلا في استخراج رخصة أي محل زمان كان بياخد وقت، دلوقتي الأمور بقت أسهل وبيجي لك لحد البيت. تسهيل الإجراءات ده بيشجع طبعاً العمل، طبعا بيتابعوا معاك على التليفونات، وصلتي للمرحلة كذا، فاضل كذا، ده كله بيحفزك، خلاص ما بقاش الحمل عليكي 100% ان انت تجري هنا وهنا وهنا، لا، في حد بيساعدك في تطور. التطور ده من اسباب النجاح. لو سيده او فتاه صغيره وممكن زيك مثلا بدات انها اتخرجت من الجامعه، وفكره ان انا اشتغل في وظيفه ثابته او في الحكومه بقت مش كتير عنده الفكره دي، وابتدى يقتحم مجال، عايز يقتحم مجالات، عايز يعمل مشروع صغير، يعني زي ما حضرتك قلتي انه في هنا اليات وهيئات في مصر بتساعد جدا على المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، فتنصحي باي حد عايز يعمل نفسه مشروع او ينجح في مشروع يبتدي ازاي ويعمل ايه؟ والله انا شايفه ان دلوقتي المجال كله داخل في موضوع التسويق الالكتروني. البنوته اللي بيبقى ما عندهاش خبره في اي حاجه، لو خدت ركزت شويه على الدراسه، مش 6 شهور سنه، ازاي تسوق الكتروني وهي في البيت عندها. احنا دلوقتي ما بقيناش زي زمان بننزل نلف على المحلات، مين فينا بينزل يلف ويضيع وقته، كله بيعمل اوردرات
ومجال التسويق الإلكتروني هو اللي شغال. في كذا مشاريع تانية، أنا بشوف البنوتات اللي جايبين العربيات الصغيرة وعاملينها فيها بريستا، بما إن مجالي البن والقهوة، بشوفهم واقفين. دي طبعا بتعمل دخل قدامها سنة سنتين، ممكن تاخد مكان يبقى كافيه صحيح. يكبر. بس دي نقطة طبعا دي نقطة مهمة جدا، بس برضو أستاذة رشا فكرة إنه في كمان مشروعات للإنتاج، يعني مثلا كتير جدا كنا بنقابل إنه بيعملوا مثلا ملابس، إنتاج ملابس، إنتاج حاجات معينة للإكسسوار الداخلي للمنزل، يعني قصدي فكرة اقتحام كمان مجال المشروعات أو الأعمال في مجال الصناعة مهم. هل هو كمان صعب؟ لا مش صعب، لا مش صعب. أي مجال الإنسانة أو السيدة بتشوف نفسها بتحبه هتتعمق فيه لوحدها طالما حبه ومقتنع بيه. أصل ممكن يكون عندها ميول عندها مثلا حس فني، موضوع الديكورات، موضوع هتلاقيها يعني وصلت. أنا حبيت البن، حبيته جدا، وصلت لإيه، سافرت برا دولة عربية الإمارات، شفت إيه الجديد في البن، إيه الجديد عندنا، إيه المختلف. والله إحنا عندنا حاجات هنا أحسن ألف مرة، عندنا هنا حاجات وعندنا خلطات وعندنا مذاق مش موجود هناك، قررت أنقل ده هناك. يعني معنى كده إنه اللي عايز ينجح، من إحنا نتكلم عن المرأة، اللي عايز ينجح لازم إن هو يكون عنده إرادة، يبحث، يفكر، زي ما قلتي ثقة، كل يوم في تطور، جرأة. طب انت كمان من خلال عملك في مجال البيزنس او في مجال الاقتصاد كان ليكي كمان اتجاه للعمل المجتمعي؟ والله انا كنت حباه مجتمعي، بس للاسف انا ما كانش عندي وقت ليه، شغلي كان واخد كتير من وقتي، بس انا كنت حباه وكنت حابه ان لو كان عندي وقت كنت اول حاجه هعملها ادخل في حاجات تطوعيه، أمانة مرأة، بس للأسف وقتي ما كانش شايف المرأة المصرية حققت إيه الآن، وخصوصا في مجال تمكينها اقتصاديا؟ المرأة المصرية حققت كل حاجة، ما فيش مجال ما دخلتوش، ومش دخلته وطلعت، لا دخلته وأثبتت نفسها فيه ونجحت فيه ووصلت لأعلى المراكز فيه وأعلى التقديرات. هي المرأة المصرية أصلا إنسانة قوية من زمان، يعني احنا من اول مين كان بيحكم مصر، وهتجيب التاريخ هتلاقي المرأة من زمان الزمان ودورها واضح. انا بشكرك جدا وبتمنى لك التوفيق، وبتمنى كل امرأة مصرية او كل المرأة المصرية عندها حلم، عندها مشروع، عندها اي حاجة عايزة تحققها، زي ما قلنا الجرأة، الثقة بالنفس، تطوير الذات، الدراسة، العلم. بشكرك جدا استاذة رشا بدر، هي من رائدات العمل المجتمعي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. وانتهت كده فقراتنا من زينة، وخليكم معانا حضراتكم يعني الجزء الثاني وطعم البيوت، وفقرات مميزة جدا مع زميلتي العزيزة مروة مجدي، وخليكم معانا.